بسم الله. الجزء ده ان شاء الله هنتكلم فيه عن تصميم الاعمده كسيكونس شغل. احنا لما بنيجي لنا المنشا بتاعنا كلوحات معماريه بنبدا نحط نظام انشاء لكل سقف، ونبدا نعمل اكسل فايل ونصدر للسيف ونصمم السقف. المقصود بكلمه السقف انك تصمم بلاطه وكمره، وطبعا هيبقى السلم، بس السلم ده هنتكلم عنه بعدين ان شاء الله. بعد كده عايز اروح لبرنامج دبس، عشان قلنا السيف متخصص في ديزاين ثلاث حاجات، والدبس متخصص في ديزاين حاجتين. السيف متخصص في ايه؟ ديزاين بلاطات كمرات فاونديشن. الدبس متخصص في ايه؟ ديزاين عمدان وحيطان، او تشيك ديزاين على العمدان والحيطان، او اناليسز للعمدان والحوض. كويس. طيب انا عشان اروح للدبس بالعمدان بتاعه المعماري هتبقى عندي مشكله، ان لما اروح للدبس العمدان المعماري هتلاقي ان جزء كبير او جزء من العمدان انسيف وجزء تاني سيف بزياده وهكذا. انا عايز ما اروحش للدبس بعمدان كلها فيها مشكله من ناحيه التصميم يعني. ما عايز اعمل ايه؟ عايز اتصمم العمدان دلوقتي تصميم مبدئي، واروح للايتابس اقول له والله شايك لي على التصميم المبدئي بتاعك. بمعنى العمدان دلوقتي على الوضع الراهن هي شايله احمال ايه؟ شايله احمال راسيه، صح؟ لما تروح للايتابس هتلاقي انها شايله ايه؟ احمال راسيه واحمال جانبيه. فانا اصمم العمدان دلوقتي على البي التيميت على الاحمال الراسيه، احمال راسيه الاحمال الراسيه. بعد كده هنبدا نشوف الايه؟ الايتابس لما دخل على العمود بي التيميت ومومنت هو هيسيب ولا هيبقى فيه مشكله. طب عشان اصمم العمدان على الاحمال الراسيه هحتاج ان انا افتح كل الموديلات بتاعت السيف جنب بعض بالترتيب من تحت لفوق، بدروم ارضي اول متكرر وروف. الخطوه اللي بعدها هبدا اظهر الرياكشنات بتاعه العمد. هنروح على الموديل بتاع البدروم واقول له عايزين نظهر رياكشنات العمدان، فاقول له اظهر لي الرياكشنات بتاعتي على الالتيميت كومباينيشن، اقول له ابلاي، لان انت مش شايف حاجه خالص. حل حاجه زي كده انك تخفي كل حاجه وتخلي بس العمدان هي اللي ظاهره. فكده بدا يقول لك الرياكشن بتاع كل عمود في البدروم قد كده، ونفس الكلام بالنسبه للدور الايه؟ بالنسبه للدور الارضي، ونفس الكلام بالنسبه للدور الاول، ونفس الكلام للايه يا شباب؟ للمتكرر، ونفس الكلام لغرف السطح زي الفل. طب عايزين نبدا بقى نجمع رياكشنات عمود لكل الايه؟ من كل الادوار. عايزين دلوقتي نطلع الكلام ده كمان على لوحه كاد. اول حاجه تعملها دلوقتي مطلوب منك انك تطلع العمدان او تعمل لوحه كاد فيها العمدان بس. العمدان اللي هي انا يا باشمهندس، العمدان اللي طالعه من تحت لحد اخر دور. يعني انا هروح اعمل ايه دلوقتي؟ بكل سهوله هروح على اللوحه بتاعه مثلا الاستراكشر بدروم دي، هعمل لها ريزوليت للايه؟ للاعمده اللي عندي بالشكل ده كده، واسلكت على العمدان دي كلها، صح؟ واقول له كنترول سي، واروح هناك اقول له ايه؟ اقول له كنترول في. بعد كده اروح اجيب اي تكست كان موجود هنا عشان ادي لكل العمود الرياكشن بتاعه، واقول له عند مثلا اول عمود اقول له نبدا من العمود ده. عايز اجمع دلوقتي رياكشن العمود ده من كل الدور اللي فوق. مبدئيا كده العمود ده شايل في البدروم قد ايه يا شباب؟ تقريبا دايما قرب الرقم بتاعك لاكبر 1 طن، يعني كام؟ 3 طن. فاقول له هنخلي ده شايل من البدروم 3 طن، وابدا اخد من ده كده ايه؟ نسخه عشان انا هجمعهم على بعض، صح الكلام؟ واقول له ده هتبقى مثلا زائد، واقول له هناخد من دول كده نسخه، ونخش على الدور الارضي. اقول له والله العمود ده نفسه في الدور الارضي يا باشمهندس شايل قد ايه كرياكشن؟ حد يقول 9. فاقول له ده كده هيبقى 9. خش على الدور اللي بعدين، الدور الاول العمود ده شايل قد ايه من الدور الاول؟ 13 طن، صح؟ والعمود ده شايل قد ايه من الدور المتكرر؟ ها كام يا شباب؟ 13 برضه. واخر حاجه السطح، مش هنا مشكله، تلتاشر، صح كده؟ تعمل كل حاجه على قد دماغها يعني. بعد كده اخر دور عندك خالص العمود ده شايل منه قد ايه؟ 10. حد يعرف يجمع الرقم ده يقول لي كام الاجمالي بتاعي؟ ها 3 و 9 12 و 13 25 25 و 10 35 35 و 13 كام؟ 48. يعني العمود ده شايل كام؟
48 طن. الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا غلط؟ الكلام اللي انا بقوله ده يخليك في اول مشروع تشتغل فيه، اول مشروع تخش على طول الايه، تروح طورة، ما تحاش تقبض اول مرتب، مش غلط عاديه، هتروح السجن حرفيا. فاكرين العيدان القصب اللي احنا كنا عاملينها؟ الراجل اللي كان عامل العيدان القصب دي كان مصمم باللي انتوا بتقولوه ده. احنا كنا قصب. ايوه. لا كلنا اوكي. هل هنا في مشكله؟ مهم الونس. هنا في مشكله ايه هي؟ حضرتك اوعى تنسى ان المتكرر ده هتتضرب في 7. انت عارف العمود لما تسمره ده 40 طن مش هيطلع 25 25. تخيل بقى حضرتك عامل عمود 25 25 طالع 11 دور. العمود نفسه هيبقى احساسه عامل ازاي؟ يعني العمود نفسه سيبك من البني ادم الطبيعي اللي هيشوف العمود. وبالتالي خلي بالك لما عندك اضرار متكرره المفروض الحركه ده الرقم ده يضرب في 7. انا عندي بدروم وارضي واول وسبع متكررين وغرف سطح. صح ولا لا؟ المفروض ان الرقم ده اصلا كام؟ 91 طن. لما تيجي تجمع بقى كل ده على بعضه هتلاقي ان الرياكشن بتاع العمود بتاعك يا باشمهندس يا محترم كام؟ 130 طن. هتعمل الكلام ده مع كل العمدان. ده حقيقي. نفاذ زيتونة دي. ملهاش أي حاجة. لا للأسف. للأسف والله. أنا مش عارف. تعمل الكلام ده مع كل العمدان. حد هنا فيه مشكلة؟ ماشي العملية. طيب عملت الكلام ده مع كل العمدان، عايز أعمل إيه دلوقتي؟ عايز أبدأ نمزج العمدان بنفس الكونسيبت بتاع نمزجة الكاميرات. عايز أبدأ أصمم العمدان بالطريقة اللي تخليني أعرف إن أنا إيه؟ انفذها ما بقاش عندي فيها مشكله، ومن ناحيه ثانيه ابقى انا بصمم طبقا لايه؟ للفاليو انجينيرنج او لقصه ان الحاجه تبقى ديزاين بتاعها سيف وايه؟ وايكونوميك. مبدئيا بنبدا نصمم عمدان ازاي؟ احنا عندنا معادله شهيره كلنا عارفينها، معادله اسمها ايه؟ برضه بتساوي 35% في الاف سي يو في هي كونكريت ناقص الاريا ايه؟ ستيل زائد 67% في الاف يو ده في الاريا ايه؟ في الاريا ستيل. صح كده؟ كانت معادله فيها اربع ترمات. صح، كان هي الترمات اللي عندنا بعد الخرسانه مساحه الحديد جريد الحديد جريد الايه او ذاب الخرسانه. معادله فيها كان المفروض يبقى فيها مجهول واحد. ركز معايا، انا عشان ابدا اصمم العمدان، اصمم العمدان على اي مبدا؟ هصمم العمدان على رينج فرق من 50 ل 70 طن. مش فاهم يعني. انا همسك العمدان العمود رجع لي 100 طن واخد اللوكشه دي على بعضها لحد عمود الرفشه بتاعه 170 طن. اللوكشه دي كلها صممها على 170 طن. وابدا على نموذج جديد مثلا من اول 180 لحد 240 هتصمم على 240. خش على مجموعه ثانيه من العمدان الرفشه بتاعها بقى مثلا 250 لحد 320 مثلا صممها 320 330 لحد 400 صممها 400 وهكذا. مفهوم القاعده دي؟ نسال نفسنا سؤال، اشمعنى الفونتس من 50 ل 70 طن؟ ايه الفكره في الرينج ده؟ الفكره في الرينج ده نفس المبدا الفاليو انجينيرنج السيف ايكونوميك. يعني ايه؟ يعني العمود اللي هو 170 طن ده لو حضرتك صممته على 170 طن هتلاقي ان العمود ده تقريبا يبقى 30 في 40. لو انت كنت صممته ب 100 على 100 مش على 170 كان هيطلع 30 في 30. كده كنت بتتكلم فرق قد ايه؟ 10 سم بس. كده ده فرق مقبول من ناحيه الايه؟ الفاليو انجينيرنج. حد فاهم انا بتكلم في ايه؟ يعني الفرق مثلا مش عامل لي 20 30 سم ولا حاجه. انك لو بتقول ان العمود كان محتاج يبقى مثلا 30 في 30 وانت خليته 30 في 60، طب انت خليته 30 في 60 ليه؟ كان تبعيد من الناحيه الاقتصاديه، حد فاهم حاجه ولا لا؟ فده الرينج اللي حقق لي الايه؟ المبدا بتاعي. طيب انا كده فهمت كتسيمه. يا باشمهندس كتسليح، المفروض لو انا هسلح اي عنصر كنت بكلمك من اول كورس على فكره الايه؟ ان لازم اعرف المينيموم بتاع العنصر كتسليح وايه؟ والماكسيموم. ايه هي الاريا ستيل مينيموم للاعمده؟ وايه هي الاريا ستيل ماكسيموم ليه؟ الاعمده. ولازم يرسل تحت الاوزن الايه؟ ما بين المينيمم والماكسيمم. اشهر صفحه في الكود المصري للاعمده صفحه 60 باب السادس، ارجع فيها تلاقي تقريبا كل الداتا اللي انت محتاجها ليه الاعمده. طيب ايه ستيل مينيمم للاعمده؟ الكود قال لك على حسب هو العمود بتاعك ريكتانجل ولا عمود سيركولر ولا العمود ده اصلا شورت ولا لونج؟ قال لك لو العمود بتاعك ريكتانجل وشورت فالمينيمم انفورسمنت هو الماكسيمم بتوين 6 من 10% من الاريا كونكريت تشوزن او 8 من 10% من الاريا كونكريت ريكوايرد. اشوف يعني ايه كونكريت تشوزن وايه كونكريت ريكوايرد.
شوزن دي مبسوط بيها ان لو انا مثلا العمود بتاعي تلعب في المعامل دي كده 30 محتاج ان هو يبقى 30 مثلا في 47 طبيعي العمود ده يتنفس كام في كام؟ 30 في 50 اللي تشوزن هي 30 في 50 الريكوارد ده 30 في 47 الكلام ده نظري عملي عملي احنا بناخد المينيمم بتاع العمدان دايما 8 من 10 في التشوزن دي المعلومه الشائعه بس انا مش بقول لك ان ده صح وغلط انا بقول لك الكود قاله 16% 18% اه بالظبط بنبدل يعني كويس لان من الناحيه العمليه ما فيش حاجه اسمها ان انا بحسب الاريا كونكريت ريكوايرد اصلا بس كل ده اكسل فالاكسل اي اكسل هقرب اكبر 5 سم اما ازاي بالتالي مش هنروح الحته دي طب ده المينيموم بتاع العمدان الريكتانجل الشورت المينيموم بتاع العمدان ده ايه؟ كود قال لي 1% من مساحه القطاع الخرساني او 1.2% من مساحه القلب الخرساني ايهما انك تشيل الكفر من الاخر يعني ده المينيموم ده كده المينيموم بتاع العمدان ايه؟ بتاع العمدان الشورت يا باشمهندس المينيموم بتاع العمدان اللونج انت عارف يعني اعمل لونج الاول ولا لا؟ يعني اعمل لونج العمود اللونج هو العمود اللي ابعاده قليله بالنسبه للارتفاع فبيتولد عليه حاجه اسمها باكلينج ده انبعاج الانبعاج ده بيتولد منه مومنت المومنت ده اللي بيشيله الايه؟ الحديد بس صح كده؟ طيب انت متخيل المينيموم بتاع العمود اللونج هيبقى اكبر ولا اقل من دول؟ بس مش كل العمودين طول القصير شورت اكيد طبعا على حسب ما انا قلت لك ايه؟ علاقه ابعاد العمود بارتفاعه كويس؟ ايه ده سيب بقى مينيموم العمدان اللونج هتبقى اكبر ولا اقل؟ ها؟ اللوجيك هتبقى ايه؟ هتبقى اكبر طبعا اكبر هو مش العمود ده جاي عليه مينيموم اكبر من العمود العادي والمينيموم ده اللي بيشيل الحديد يبقى لازم المينيموم هنا يزيد كل الكلام ده طيب شاكر؟ هي المفروض تبقى بنسبة ايه الأبعاد عشان يبقى هنتكلم عن اللونج والشورت دي بعدين إن شاء الله. يعني أعرف إزاي نعمل شورت ولا لونج ولا أنصف أصلاً هنتكلم عنها في وقت. إيه الإشيو كده وبيتا ومش عارف بالظبط أه. حد عنده مشكلة؟ هي كانت جاما وهو خلاها بيتا، أي حد بيفكرها بيقولها خلاص. أوكي. أنا بفكر نص. هم كانوا صفحتين والله صعب عليهم بس. بالظبط، ده الكود القديم بقى، الكود الجديد بقى في صفحة بقى وبعدين صفحة. صفحتين بقى ورا بعض. طيب ده كده المينيموم بتاع العمدان الشورت، المينيموم بتاع العمدان اللونج. يعني لو الناس فاكره كانت بتساوي المينيموم بتاعة العمود اللونج كانت بتساوي 25% زائد 52 من 1000 من الايه؟ من اللمبه بتاعتك. تقريبا تقريبا اقل مينيموم العمود اللونج تقريبا هيخشله في 1.4% يعني لو بنتكلم كده بالورق والقلم زي ما بيقولوا يعني تقريبا المينيموم بتاع العمود اللونج ده في الشورت ده عشان فكره ان ده جاي عليه مومنت اضافي عامل مومنت جاي من الزلازل اصلا ثم العمليه لحد هنا طب ده المينيموم ايه هو الماكسيموم بالمناسبه الكلام ده كله موجود في الكتاب بالترتيب يعني يعني هتلاقي الصفحه دي انا حاطط لك فيها كل التسليح بتاع العمدان كويس ده المينيموم ايه هو الماكسيموم قال لك الاي اس دي الماكسيموم للعمود على حسب مكان العمود لو العمود ده كان انتيريور فالنسبه بتطلع 4% من الاريا كونكريت العمود ده لو كان اتش فالنسبه تبقى 5% اريا كونكريت العمود ده لو كان كورنر تبقى كان 6% من الاريا كونكريت اللي يخلي الماكسيموم كتسليح للعمود الكورنر اكبر من الاتش اكبر من الانتيريور قلنا المره اللي فاتت في المانو بتاع فلاكس لاب ان عمود الكورنر بيشيل مومنت من الاتجاهين من البلاطه العمود الاتش بيشيل مومنت من اتجاه واحد العمود الانتيريور غالبا مش بيشيل 5% رقم قليل ام نود اكس واي حد هنا في مشكله؟ طب ده المينيموم وده الماكسيموم ناخد الاي اس تي للعمدان قد ايه بقى؟ المفروض ان هي وزن المينيموم والماكسيموم ناخدها تقريبا كام؟ السنس كده ناخد الاي اس اي بتاعتنا اللي هي المفروض وزن المينيموم والماكسيموم اغلب السوق عندنا بيشتغل 1% اغلب السوق بيشتغل 1% من الاي كومبليت كويس انا بشتغل 1.5% من الاي كومبليت المفروض دايما الاي اس اي بتاعت العمود كام؟ 1.5% من الاي ايه؟ الاي كومبليت ايه السبب؟ لازم بلا سبب يعني السبب هنا حاجتين الحاجه الاولى تعال فكر فيها كده بالمنطق يعني لو انا خدت نسبه الحديد دي 1% من مساحه الخرسانه وصممت العمود على الحمل الراسي دلوقتي
انت متخيل لما راح بالعمود ده على برنامج دبس ودخل عليه زلازل ويتولد عليه عزوم، الواحد في المال يبقى كفايه ولا مش كفايه؟ اكيد مش كفايه، فاحتاج ساعتها ان انا ايه؟ ازود الحديد. طب ما بدل ما تروح وترجع تاني نفس المبدا اللي انا بشتغل بيه، طب ما تعمله من الاول. ده حاجه. الحاجه الثانيه فكره انك تعرف ان العمود شورت ولا لونج دي بتعملها دايما في اخر المشروع. تفرض مثلا انت صممت العمود على 1% وطلع العمود لونج، اللي منهم بتاعه اصلا 1.4%، هتعمل ايه ساعتها؟ هتزود الحديد. طب ما تامن نفسك من الاول. بدل ما تروح وتلاقي انت عندك 90% من العمدان الانسيه من تيجي احمال الزلازل، ممكن تلاقي مثلا انت عندك 4-5 عمدان بكتير هم الانسيه. على فكره الفرق ما بين 1% و 1.5%. بس ما تزودش عن 1.5% كبدايه فرضيه ليك يعني، عشان التسليح عندنا غالي الماتيريال في مصر. حد هنا في مشكله؟ زي الفل. طب المعادله دي كانت معادله واحده، بالتالي كان بيبقى فيها ايه؟ مجهول واحد. لو الناس فاكره احنا كنا بنفرض عرض العمود او البعد الرئي للعمود ونروح نجيب طول الايه؟ طول العمود. وكنت بقول اجاد الخرسانه قد كده، وكنت بقول ليه ده حته قد كده. اجاد الخرسانه احنا بنشتغل بيه في المشروع اللي كان 35 ميجا باسكال للعمدان والحيطان والاساسات، و25 لبراكوت الكاميرات. كويس كده؟ طيب جريد الحديد بيبقى غالبا بنشتغل 350 على 520 اللي هو اليونج 350. طيب تعالى نبدا نطبق. بسم الله. لو احنا رجعنا للوحه بتاعتنا، وعايز ابدا اصمم العمدان دلوقتي، دايما نبدا بالعمود القليل وابدا امشي الرنجات من 50 ل 70 طن زي ما قلنا، وصمم عين واحد عين اثنين عين ثلاثه وكذا. لو انت جيت بصيت هنا دلوقتي على العمدان، نبدا من الكورنر مثلا، العمود ده الحلم بتاعه كام؟ 130. انا عايز بقى اشوف العمدان اللي الحلم بتاعها قريب من الكام؟ من ال 130 في الرينج اللي قلنا عليه، من كام لكام؟ من 50 ل 70 ايه؟ 70 طن. عينكم معايا هنا، واللي يلاحظ اي قيمه رياكشن للعمود قريبه من الرياكشن ده يقول بس. عشرين وخمسين دي عمدان البوستة أو شونتس، فهنتجنبها دلوقتي. في حاجة قريبة من ال 125، في 125 اهو، وفي ايه تاني؟ 140، في 140 اهو. ماشي، يبقى كده أقل حاجة عندنا 125. 185، في 185 اهو. طبعا ما تعملش دعوة بالعمدان الدائرية بعد إذنك. بعد إذنك. إيه؟ ده معناه إن أول نموذج عندك من كام لكام؟ من 125 ل 185. يتصمم على كام؟ 200. على 185. على 185. كويس كده؟ بتروح حضرتك على الاكسل جاري. مش هنحلها بقى بايدينا. خش على الشيب بتاع الكولوم وتقول له انا عندي عمود الحلم بتاعه 185 طن. اجهاد الخرسانه ليه 35 ميجا باسكال. العمود البعد القليل فيه اللي مش هينفع يزيد 30 سم، وهناخد نسبه الحديد 1.5%، 15 من 1000. يقول لك بسرعه طول العمود 40 سم. يبقى اول عمود عندي كام في كام؟ 30 في 40. فاروح جاري الحديد بتاعه 10.16. لو انت عايز تغير القطر وتعدل في القطر بتاعك من هنا، هتروح جاري تعمل جدول على جنب كده وتقول عين واحد ده تصمم على رينج من كذا لكذا، ابعاده قد كده وتسليحه قد كده، وهرسم جنبي ريكتانجل وهديله لون مميز. واقول لك ليه كمان شويه. بعد كده هتعدي على كل عين واحد هنا وتديله نفس اللون اللي انت مديله هنا. اللي هو بتاع العمود ده بيتصمم من 125 ل 180، العمود ده مثلا والعمود ده وهكذا يعني. واضحة عليا كده؟ بعد كده هنبدا في الرينج اللي بعديه اللي هو تقريبا من اول كام؟ تعال نبص. ها حد يقول لي كده فين الرينج اللي بعديه؟ 220. فهنبدا نعدي ونلف ونبص نفس البصه، هتلاقي ان الرينج التاني كان من كام لكام؟ برضه الفرق ما بين 50 و 70 طن، صح كده؟ هتجري على الاكسل وتقول له لو صممته على 280 يبقى العمود كان في كام؟ بصوا بقى المبدا اللي قلت لك عليه شويه، لو كنت صممت مثلا 220 على 220 كان كام في كام؟ هو ال 10 سم اللي قلت لك عليه شويه، اللي هي الفاليو انجينيرنج السيف والايكونوميك. الفرق مش كبير، ان يبقى انت مش محتاج كل الابعاد دي، ومش قليل قوي انك ترخم في التنفيذ. مفهوم القاعده كده؟ طيب احتاج الحديد قد ايه 14/16؟ هتروح جاري وتقول له 14 سيخ باي 16، وتعدي تدي العمود ده لون اخضر او اي ايا كان اللون نفسه يعني، وتعدي هنا تدي له نفس اللون. صح الكلام ولا لا؟ وتعمل الكلام ده مع كل اللي يا باشمهندس؟ مع كل العمدان. بالمناسبه التصميم العمداني الدائريه هتلاقيه في الشيب بتاع دكتور محمود الكاتب. هنبص عليها برضه. الشيب بتاع دكتور محمود الكاتب كان في الفلات سلاب
عندك حاجه اسمها البرانشنج هتلاقي الشيت تحت خالص، هو موجود عامه تانية. هتخش على الديزاين بتاع الايه مثلا العمدان الدائريه، وتقول انا عندي عمود دائري. لو انت فاكر احنا كان عندنا كام عمود دائري؟ كان عندنا 4 صح كده. كان عندي عمودين منهم الرياكشن بتاعهم 240 280، وعندي عمودين تانيين من كام؟ 400 475. ده هيتصمم الاثنين دول هيتصمموا على كام؟ على 280، والمتقولتين دول على كام؟ 475. تروح تقول انا عندي عمود كويس الحمل بتاعه 280 طن، هاخد له نسبه حديد 1.5% وجهاز الخرسانه ليه 350 كيلو جرام اللي هو 65 ميجا باسكال يعني. فثانية قال لك انا محتاج العمود بتاعك قطره 50 سم الحديد بتاعه 15 × 16. فتروح على اللوحه بتاعتك تقول له العمود ده هيبقى قطره 50 سم الحديد بتاعه 15 × 16. لحد هنا في اي سؤال؟ في حاجه مش مفهومه بالنسبه لتصميم العمدان؟ طب انت صممت العمدان عايز بقى تبدا تعمل لها ايه؟ تبدا تعمل لها ابديت، ترمي على المعماري عشان ابدا اشوف والله العمدان اللي زادت مثلا. فان انت عندك هنا لو تلاحظ في عمدان زادت عن 30 × 80، العمود المعماري اللي كان المفروض كان كام في كام؟ 30 × 80. تلاقي انت عندك عمدان قلت عن 30 × 80 وعمدان ثانيه ايه؟ زادت. تعال نعمل الكلام ده ابديت. هنعمل الكلام ده ابديت ازاي؟ هتروح تفتح لوحه المعماري وتبدا ترمي العمدان بتاعتك، وركز معايا عشان الحركه اللي جايه دي بتطول شويه في الوقت. انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عايز ابدا اعمل ابديت للعمدان بتاعتي. اروح اجيب الجدول ده واقول له كنترول سي، واروح في لوحه المعمار واقول له هنا كده كنترول في، وركز معايا في الحركه اللي جايه دي. بعد كده هندسه هروح تاني على اللوحه بتاعت الرياكشنات، وهنا بقى خلاص انا اديت لكل عمود اللون بتاعه صح؟ عامل ايه كده ليه الريزوليت وسلكت على كل ده، واقول له كنترول شيفت سي، وناخد العمدان كلها من نقطه ثابته ولكم مثلا الكورنر ده كده، وروح هناك اسقط العمود في كل دور من نفس النقطة. بس قبل ما نكمل بقى خلينا الاول نعمل العمدان بتاعت المعمارية دي بلوك عشان نعرف ان احنا ايه نثبتها، ان انا الابديت نفسه عامله على العمدان الجديدة اللي انا جايبها من هناك. مثلا ده بلوك ولا حاجة، كده ارجع تاني اقول له ايه اخر دور عندي كان متكرر. ركز معايا كده، نبدا بسم الله. مبدئيا كده اول عمود عندي نعمل دلوقتي، نبدا نعمل ابديت على الايه عشان نعمل ابديت على العمدان بتاعتي. مبدئيا دلوقتي اول حاجه انا عايز اعملها يا باشمهندس، عايز اعرف هنا فين العمدان ال 30 × 40 او اللي واخده لون رصاصي. حد يعرف انا ممكن احدد العمدان دي ازاي اللي واخده لون معين؟ امسكها ازاي على الكاد باي امر يعني؟ انا دلوقتي عندي مشكله، لو جيت اخترت العمود ده وقلت له سيلكت سمر هيمسك كل العمدان لان كلها مرسومه بنفس الامر يعني. لا انا عايز العمدان بس اللي واخده لون رصاصي اللي هي ابعادها كام؟ 2 × 40. امسكها ازاي؟ اكتر امر بشتغل بيه على الكاد امر اسمه فلتر. الامر ده اللي يفهمه كويس هيسهل له كتير جدا جدا في شغل الكاد. اقول له فلتر، انا عايز افلتر، عايز افرز يعني. اقول له فلتر، انا همسك العمود بتاعي ده واقول له انا عايز افلتر العمود ده بالايه؟ ايه اللي مميز العمود ده عن باقي العمدان؟ مش اللون بتاعه؟ اقول له انا همسح كل حاجه وافلتر بالكلر. بص كده مجرد ما قلت له والله واخترت البلان بتاعي اللي حصل؟ حدد لك العمدان 30 × 40 اللي انت عايز تخليهم دلوقتي 30 × 40. فهم العمليه ولا لا؟ زي الفل. مبدئيا كده العمود ده كام في كام؟ 30 × 80. انا عايزه يبقى كام؟ 30 × 40. اقلل ال 40 سم دول من الجنب ده ولا من الجنب ده؟ شمال ولا يمين؟ واحد ولا اثنين؟ جنب الفريم. بس حضرتك شفت انا حضرتك قلت ايه؟ اقول حضرتك واحد ولا اثنين؟ ما انت مش بتركن، ما تقعدش تقول لي كده ومش كده. اكيد ايه؟ اكيد واحد، اكيد واحد صح. اكيد واحد. اشمعنى واحد؟ ما ينفعش اثنين اصلا، لان ده وش المبنى، ده وش المبنى عندك، ده كورنر المبنى،
لو انت هتقلل او هتزود من العمود ده اكيد هتزود او هتقلل من الجنب ده، مستحيل تقلل او تزود من الجنب ده، صح ولا لا؟ قلت له اجي هنا اقول له ايه؟ اجي هنا اقول له ستريتش، ها مقدار قد ايه يا شباب؟ 40 سم. وفعل اورثوجونال اقول له 40 سم بالشكل ده، وهعمل الكلام ده هتنسى فين؟ في كل الادوار لنفس العمود، هتعدي ستريتش على طول عليه جري، واضحه ولا لا؟ وتعال نخش على العمود الثاني اللي هو كان فين ده؟ ده هيتعمل له من نقطه واحد ولا من نقطه اثنين؟ نقطه واحد برضه، لان نقطه اثنين برضه انت عندك وش الايه؟ وش مبنى. طب العمود ده يتعمل له من نقطه واحد ولا نقطه اثنين؟ نقطه اثنين صح، لان خلاص ده مع حيطه من الجنب ده ثابت، وهنا نفس الكلام يتعمل له من الجاي من الجنب ده. انا ما اظنش ان احنا عندنا اي مشكله في العمدان اللي هتقل. المشكله دايما معماريه صح ايه؟ اه معماريه مبسوط من حاجه زي كده صح كلام ولا لا؟ انا مش عندي مشكله في 30 في 40 ولا انا عندي مشكله في 30 في 60، وطبعا هيبقى اعظم عمود بالنسبه لي ال 30 في 80 اللي هو نفس عمود الايه؟ واستاذنك وانت بتصمم على العمود اللي نفس نموذج المعماري زود الرينج بتاعه شويه، عشان ده اكتر عمود مش هيبقى فيه ابديت ولا بالزياده ولا بالنقص، هيبقى بالنسبه لك سهل كتطبيق. وطبعا يعني انا اسف من باب المنطق، يعني اوعى تلغي نموذج المعماري، يعني انت مثلا 30 في 40 30 في 60 30 في 90، مش لازم تروح تعدل في كل العمدان، حافظ على نموذج المعماري انه ياخد ايه؟ ياخد عدد معين من العمدان. حد فاهم حاجه ولا لا؟ مفهوم يا باشمهندس ولا لا؟ زي الفل. اوكي طب انا عملت 30 في 40 30 في 60 و 30 في 80 كده هتفضل زي ايه؟ زي ما هي. عايزين بقى نبدا نشوف اللي هي يا باشمهندس ال 30 في ايه؟ 30 في متر مثلا، وال 30 في متر 10 اللي هي العمدان اللي هت ايه؟ اللي هتزيد اللي ممكن تسبب لي مشكله مع المعماري. مبدئيا كده هنسال سؤال ونفكر فيه لخمس ثواني قبل ما نرد. هو انت متخيل لو انت رايح تزود عمود هتزوده عن المعماري، هيبقى فين الدور الحاكم ليك؟ البدروم او الدور اللي ممكن يسبب لك مشكله؟ البدروم ولا الارضي ولا الاول ولا المتكرر؟ ايه اكتر دور هتبقى مهتم بان العمود ما يضربش فيه؟ لوجيك المتكرر. اصلا المعمار اللي بيجي يحط عمدانه بيحط عمدانه على المتكرر، اشمعنى؟ عشان ده متكرر من اسمه، ده طالع 7 8 ادوار، يعني لو عندك مشكله هتتكرر في 7 8 ادوار، انما لو عندي مشكله في البدروم ايه؟ هتتلم زي ما بنقول يعني، كويس؟ فانا لما ببدا دايما ازود ابدا ازود منين؟ من المتكرر، بعد كده ابدا اشوف والله كونديشن المتكرر هل عامل لي مشكله في الباقي ولا لا؟ حد فاهم حاجه ولا لا؟ تعالى مثلا نمسك اي عمود هيبقى 30 في متر، هات لي اي عمود هنا سيان، وليكن مثلا فين؟ العمود ده مثلا، العمود ده لو زوده 20 سم، زوده 20 سم من فوق ولا من تحت؟ ولا الاثنين 10 و10؟ 10 10، الدور ده مش حاكم بالنسبة لي. دايما بقول كده، الدور ده مش حاكم بالنسبة لك، وبالتالي اطلع على الدور الايه مثلا؟ هل هنا حاكم بالنسبة لي؟ برضه طالما العمود مع حيطة مش فارقة معايا، طب اطلع على الدور اللي فوق ايه؟ هل ده حاكم بالنسبة لك؟ طب اطلع على اخر دور اللي هو البدروم، هل ده حاكم بالنسبه لك؟ يبقى ساعتها زود ايه؟ 10 او ايه؟ 10 10. طب تعالى مثلا نمسك وليكن العمود ده. العمود ده انا كده كده مضطر ان هو يزيد ايه؟ 20 سم من جوه، لان برده ده وش الايه؟ وش المبنى. الكلام صعب ولا سهل يا شباب؟ تعالى نشوف حاجه فيها مشكله. تعالى نشوف حاجه فيها مشكله. العمدان ال 30 في متر 10 لونها احمر صح كده؟ تعال نمسك مثلا وركز معايا العمود ده. العمود ده لو زودته 30 سم في المتكرر هزوده من فوق ولا من تحت؟ العمود ده. ده 30 سم بتوعي يزود من فوق ولا يزود من تحت؟ لوجيك من فوق مع الحيطه صح كده؟ لوجيك من فوق صح كده؟ طب تعالى نطلع على الدور اللي بعديه اللي هو كان الدور الاول. الحيطه قلبت معايا. هتفهم حاجه؟ يعني الحيطه دي كنت ضربها فوق، هنا بضربها تحت، نتيجه التقسيمه. نحل حاجه زي كده ازاي؟ نلف العمود؟ ايه؟ لا مش هنلف العمود طبعا. لانك هتلف العمود هتعمل لك مشكله تحت. المدخل ده كده انت صغير. على المخزن. ايه الحل يا شباب؟ مبدئيا كده هو انت لو زودت ده مثلا 30 سم لفوق، هل 30 سم يجيبك ان الباب يفتح ولا لا؟ هي المسافه دي اصلا قد ايه؟ مش هتدخل في حيز الباب كده. يبقى نعمل ايه بقى؟
هو ليس المسافة 15 15 و 15 ليه بقى انا هعمل كده؟ تيجي انت تقول شونز بس انت يبقى عندك مشكلة في المتكرر في ايه؟ او 20 مثلا و 10 تقول شونز عندك مشكلة في المتكرر في ايه؟ ان في عندك 10 سم هنا برزين في الطرقه بتاعه الحمام، يعني 10 سم دول اصلا مش هيبقوا برزين، مش هيظهروا. ليه بقى يا باشمهندس؟ صل على النبي. فدول احنا بنعمل حاجه في عمدان اسمها قص الاعمده. العمود ما بيكملش من الاول للاخر بنفس الابعاد. العمود ده بيقل كل 3 ادوار تقريبا 10 سم، وبالتالي العمود بتاعنا 30 في متر 10 مع اول 3 ادوار بكام؟ 30 في متر. بعد كده الثلاثة دول بعضهم 30 في 90 30 في 80. ده معناه انك لو عندك البدروم والارضي والاول العمود 30 في متر 10، من اول دور في السكني العمود يبقى 30 في متر، كل 10 سم دول من تحت. كل 10 سم دول من تحت خلاص، مش باينين اصلا، مش ظاهرين. ما انا لو كنت زودت 20 من فوق 10 من تحت، ومع اول قصه كلت ال 10 اللي من تحت، بعد كده ابدا اكل من فوق خلاص. كده حد عنده مشكله ولا حاجه؟ وصل العمليه دي هتعمل الاضيب بتاعك وتبدا تجهز انك تعمل الديكسيف فايل عشان تروح لبرنامج الليدابس. انا بريك 5 دقايق.